أكيد سالي، بدنا نقول صباح الخير لدكتورنا دكتور حسن إبراهيم، أخصائي بالأمراض الداخلية والقلبية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا صباح وسهلا الخير فيك. لكم ولكل بلدنا. يسعد صباحك دكتور. خلينا بالبداية نعرف شو هو تصلب الشرايين وبأي عمر بيصيب الإنسان؟ نحن معروف أنه الأوعية الدموية وخاصة الشرايين هي اللي بتنقل الدم لكل الأعضاء في الجسم لحتى ترويها بالدم وتغذيها بالأكسجين. كلياتنا نحن بنعرف أن الشرايين تنقل الأكسجين للأعضاء النبيلة وخاصة الدماغ والقلب والكلية والأعضاء الحساسة في الجسم. هلأ هي الأعضاء، هي الشرايين تتألف من عدة طبقات، تتألف من ثلاث طبقات. البطانة يلي هي لازم دائما تكون سليمة وتخلي الدم يمر بسهولة من خلالها، وفي طبقة عضلية تحتها، وفي تحتهم أو فوقهم كلهم طبقة مغذية. الآن أحيانا بيصير عندنا ارتفاع بالكوليسترول، وخاصة الكوليسترول يلي ذرته صغيرة يلي نحن بنسميه الـ LDL كوليسترول. عند مع تقدم السن أو مع تقدم العمر أو نتيجة ظروف معينة، هالذرات الصغيرة تندخل ضمن بطانة هذه الشرايين وتؤدي إلى عصائد ضمنها ويتوضع عليها الكلس. هلأ التكلس والعصايد هي اللي تتوضع تحت البطانة ممكن تساوي لنا فقد لمرونة أو لوظيفة هذه الأوعية الناقلة للدم للشرايين، وبالتالي الشرايين بتصير متكلسة وبتصير عصيدية وبتصير تتضيق شوي شوي مع الزمن. وطبعا يعني نقص هالوظيفة هي، نقص المرونة، التعصد هاد أو الشرايين المتكلسة الفاقدة لوظيفتها تؤدي إلى أعراض تتماشى مع العضو يلي عم يغذيه هذا الشريان يلي عم يصير عصيدي أو متكلس. هلأ المشكلة تكمن في الأعضاء النبيلة، لما تتضيق الشرايين المروية لعضلة القلب أو الشرايين المروية للدماغ مثل الشريانين السباتيين، وتبلش هذه الشرايين هي تتضيق مع الزمن، بده يصير عنا أعراض، والأعراض تتماشى مع العضو يلي رح يغذيها هذا الشريان. نعم. فرضا إذا صار تضيق بالشرايين السباتية ممكن الإنسان يمر بنوب فقد وعي، ممكن يصير أحيانا عنده خذل أو ضعف في الطرفين الأيمنين أو الأيسرين أو أحد منهم، ممكن يصير عنده حبسة كلامية، وإذا صار عنا انسداد بالشريان طبعا رح يصير عنا فالج أو ستروك. هلأ إذا كانت الأعراض أو الشرايين العصيدية أو المتكلسة هي شرايين العضلة القلبية، فالمريض مع الزمن رح يصير يشكي من آلام خناقية تبدأ في الصدر، تنتشر للذقن، تزيد بالجهد، تزيد على التعب أو على وجبات الطعام، وبالتالي قد تؤدي إلى عجز في الوظيفة للإنسان. وأحيانا إذا سكر هذا الشريان ممكن يساوي لنا احتشاء عضلة قلبية وقد تكون خطرة على حياة الإنسان. إذا كان هذا الشرايين العصيدية كانت في الطرفين السفليين وخاصة الأبهر أو الشريانين الحرقفيين، ممكن يصير عند الإنسان شيء اسمه عرج متقطع، بيصير لما يمشي مسافة من الزمن يتعب رجليه وما عاد يقدر يؤدي وظيفته. إذا الشرايين العصيدية هي الشرايين المتكلسة الفاقدة لوظيفتها والتي يتوضع الكوليسترول ضمن بطانتها الداخلية. الآن عندما تزداد هذه العصائد ضمن البطانة تكون معرضة لأنها العصيدة تنقبع أو تنقلع، فإذا قلعت العصيدة إذا كانت في شريان من شرايين المروية للعضلة القلبية ستتشكل عليها خثرة، هذه الخثرة ستسد الشريان وتؤدي إلى احتشاء العضلة القلبية. يعني يا دكتور يمكن فصلت لنا بشكل دقيق ما هو تصلب الشرايين، ولكن خلينا نحن نتجه هلا للأسئلة الشائعة بين العالم والمتداولة، انه هل تصلب الشرايين هو حكر على الكبار بالسن، وهل يصيب الشباب؟ امتى بيصيب الشباب تصلب الشرايين؟ وفي كثير اشخاص بيقولوا يلا اذا واحد دكتور قال له معك تصلب شرايين فوت على القسطرة، يمكن احيانا بيعمل قسطرة هيك اجتهاد شخصي، كثير عم نشوف هلا انه ما تراجع دكتوره وفات عمل قسطرة. خلينا نعرف هذا الموضوع يعني بين الكبار بالسن والشباب.
تصلب الشرايين هو مرض يزداد عادة مع تقدم العمر. نعم. لكن في الوقت الحاضر بسبب تغير نمط الحياة، بسبب تغير العادات الغذائية السيئة، بسبب التدخين، بسبب ارتفاع الأعداد الكبيرة من المرضى المصابين بالداء السكري، بسبب الركود وقلة الحركة، فهو صار ما عاد هو حكر على الكبار بالعمر، صرنا نحن نشوفه بأعمار صغيرة. ولذلك نحن لازم ننتبه للعوامل يلي بتزيد من التصلب العصيدي ومن تصلب الشرايين. إذن هي العوامل، هي أسوأ شيء فيها هي زيادة المتناول من الدهون والدسم، وخاصة الزيوت المهدرجة السيئة التي تباع في الأسواق. طبعا لا شك أنه الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون هي مفيدة. الشغلة الثانية، لازم نتجنب الأمور الأخرى التي تزيد في التصلب العصيدي، وعلى رأسها التدخين، لأنه هو بيأهب للتصلب العصيدي وبيزيد من تصلب الشرايين، وعلى رأسها أيضا الداء السكري، وعلى رأسها أيضا مثل ما قلنا قلة الحركة وحياة الركود والكسل والجلوس دائما أمام شاشة التلفزيون أو على الموبايلات. للأسف كمان دكتور، صار نمط اليوم، صار نمط حياة عند الكثير من الأشخاص، تغيير نمط الحياة، أصبح يعني صرنا نشوف تصلب الشرايين في أعمار باكرة، يعني ممكن نشوفها حتى في أعمار بين 20 و30 و40 اللي ما كنا نشوفها قديما نهائيا. الوقاية لا شك أنه نحن نتجنب هالعادات السيئة، لازم الرياضة والحركة، تجنب الدهون والدسم المهدرجة السيئة جدا، الابتعاد عن التدخين، يعني ضبط الداء السكري بشكل جيد. ونحن في أمور أخرى كمان ما بنعرفها، مجهولة، قد يكون لها علاقة بالوراثة، أو قد يكون لها علاقة بالبنية لكل شخص على حدة. تمام. هلا دكتور، يعني بنعرف انه اغلب الامراض قبل ما ننصاب فيها ممكن يكون في اعراض او مؤشرات بتخلينا ننتبه، نراجع دكتور، نغير نمط غذائنا. هل تصلب الشرايين له اعراض معينه ممكن نحن مثل ما بنقول بالعامي نلحق حالنا قبل ما نوقع بالمحظور او لا؟ تصلب الشرايين هو مرض خلسي لا عرضي، المريض عادة ما بيشكو من شيء. هلأ لما الشرايين تتصلب وبتبلش تتضيق شوي شوي، ما عاد في دم كافي يصل للأعضاء الهدف، يعني ما عاد في دم كافي يصل للدماغ أو يصل للقلب أو يصل للطرفين السفليين أو يصل للكلية، وبالتالي الأعراض تتناسب مع شدة التضيق للشريان المتصلب. تمام. إذا كان هالتضيق شديد رح تكون الأعراض واضحة وصريحة وتقلع العين، ووقتها لازم المريض يراجع الطبيب لحتى يتم تقييمه بشكل جيد. نعم. الآن إذا كان هذا التصلب يصيب شرايين العضلة القلبية، فالمريض رح يشكي من آلام خناقية، الآلام التي تزداد بالمشي، تبدأ في منتصف الصدر، تنتشر للذقن أو للظهر أو للطرفين السفليين. هذه الآلام تزداد بالجهد، تزداد بالشدة النفسية والتعصيب والزعل والنرفزة، تزداد بتناول وجبات الأكل الكبيرة، وتخف بالراحة. إذا كان التضيق يصيب الشرايين اللي رايحة للدماغ مثل الشريانين السباتيين، فممكن الإنسان يشكي من أعراض عصبية، وممكن آخر شيء إذا انسد أحد الشرايين ممكن يصير عنا فالج. إذا كان التضيق أو التصلب عم يصيب شرايين الطرفين السفليين مثل ما حكينا قبل شوي، سيشكو الإنسان من عرج متقطع. إذن الأعراض تتناسب مع شدة التضيق للشريان المصاب بالتصلب العصيدي. يعني دكتور ايضا في كثير من الامراض بيقولوا انه هي وراثه او امراض وراثيه، يعني ممكن اذا كان الاب بيعاني من تصلب الشرايين، الام، الجد، الجده، فممكن يكون الابن نفس الشيء. هل هالمعلومه مضبوطه انه تصلب الشرايين هو له علاقه بالعامل الوراثي، او انت كطبيب بشكل دقيق تنفي؟ لا شك انه الوراثه مثل ما حكينا قبل شوي لها دور كبير بالموضوع. فالوراثه يعني ممكن تكون عامل مسبب او مؤهب لتصلب الشرايين، والعامل الاكبر لعوامل الخطوره يلي حكيناهن قبل شوي، يلي هن التدخين والداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني، هذا يعني ما قلناه، وتغيير نمط الحياه، لكن الوراثه لها دور بالموضوع. وفي عوامل اخرى مجهوله نحن بجوز ما بنعرفها او هي غير مكتشفه. تمام دكتور، انت فينا نقول انه هلا بنكتفي بالعلاج الدوائي، وامتى بنلجا للجراحه؟
دائما المرضى العرضيين والذين يصابون بالتصلب العصيدي وتحدث لديهم تضيقات في الشرايين يجب تقييمهم بشكل جيد. التقييم عادة يتم بالتصوير، فإذا كان نحن صورنا شرايين السباتية وكان في تضيق شديد، هدول مؤهبين أنه يصير عندهم فالج، هدول ممكن نتداخل عليهم إما جراحيا بفتح الشريان أو ممكن توسيع الشرايين السباتية بشبكات باستنتات. المرضى المصابين بخناق الصدر أو الداء الإكليلي أو احتشاء العضلة القلبية عندما يحدث، هؤلاء المرضى يجب تقييمهم بشكل جيد، ويتم تقييمهم بتصوير الشرايين المروية أو المغذية للعضلة القلبية، وإذا كان هناك تضيقات خفيفة ممكن يعني تدبيرها بشكل دوائي، وإذا كانت التضيقات شديدة هي تؤهب لاحتشاء العضلة القلبية. هذول المرضى يجب توسيعهم بالشبكات، وإذا كانت التضيقات شديدة ومتعددة وتصيب شرايين كبيرة يجب تحويلهم إلى العمل الجراحي بفتح الصدر وإجراء عملية قلب مفتوح وتبديل الشرايين بشرايين أخرى مفتوحة. الآن المرضى طبعاً المصابين بعرج متقطع أو تضيقات في مناطق أخرى من الشرايين أيضاً يجب تدبيرهم سواء جراحياً أو بتوسيعهم بالشبكات خاصة في الطرفين السفليين، وخاصة عندما تكون التضيقات شديدة والتصلب العصيدي شديد. لكن بشكل عام هؤلاء المرضى تكون الشرايين عصيدية على طولها، تكون الشريان لها نمط معين. يعني نحن نشوف المرضى السكريين على سبيل المثال الشرايين كلها مريضة، التضيقات متعددة، التضيقات الخفيفة نتركها للعلاج الدوائي، تمام. التضيقات الشديدة يجب إصلاحها فورا قبل أن تحدث الكارثة أو يحدث احتشاء العضلة القلبية أو الفالج. إن شاء الله ما حدا بيوصل لهي المرحلة دكتور، وبدنا نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى. إن شاء الله هيك كل العالم تكون صحتها عليها ومتفارقة. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا لليوم، بدنا نتشكر المعلومات القيمة والمفيدة والدقيقة اللي قدمت لنا إياها. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور مرة ثانية.